يلا صباح الخير، بنصبح عليكم 1 نوفمبر 2011، بداية يوم جديد وبداية شهر جديد، ويا رب يكون النهاردة أحلى من امبارح وبكرة أحلى من النهاردة. وبنبتدي معاكم يوم جديد مليان بالفقرات ومليان بالمواضيع. يعني بصبح على زمايلي سارة. صباح الخير يا سارة. صباح الخير يا أشرف. صباح النور على رانيا وعلى أشرف، على ناس كلها النهاردة اللي بتشوفنا. أكيد هيكون معانا فقرات كتير كلها طبعا بتتكلم عن الاوضاع اللي بتحصل في مصر من خلال السياسه، من خلال الرياضه، من خلال يعني كل اللي بيحصل من احداث في مصر في كل او جميع الجوانب. صباح الخير يا اشرف، هيكون معانا ايه النهارده؟ صباح الخير ساره، صباح الخير رانيا، صباح الخير مشاهدي النايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل. بعد حوالي 5 ايام كده هيبقى في كميه ذبح في الشوارع وفي المناطق الكتير في كل مكان في مصر. كل سنه وحضراتكم طيبين، عيد أضحى سعيد يا رب إن شاء الله، ويا رب الحجاج المصريين يرجعوا لنا بالسلامة، أو كل الحجاج اللي في بيت الله الحرام يرجعوا بالسلامة إن شاء الله، إن شاء الله. وتبقى حجة مقبولة إن شاء الله. عندنا فقرات كتيرة جدا ومتنوعة. عندنا فقرة النهاردة كمان يا أشرف عن أستاذ أمين الهويدي أو أمين هويدي. هو الحقيقة واحد من أهم الشخصيات اللي كانوا مؤثرين بشكل كبير جدا في العصر الحديث. وضيوفنا النهاردة في الفقرة دي هيكون دكتور محمد الجوادي، وهنتكلم معاه عن أهم إنجازات الراحل أمين هويدي. كمان هيكون معانا فقرة الصحافة، هي الفقرة الأساسية دايما بتكون موجودة كل يوم معانا في نهارك سعيد، وده طبعا عشان كل الناس اللي عايزة تقرأ جرايد أو لسه ما جاتلهاش الجرايد بدري تتفرج علينا وتعرف أهم المنشطات والأخبار اللي هتكون موجودة في كل الجرايد النهاردة. يا أهلا يا شعب مصر اللي قاعد وساكن على أرض مصر، يا جماعة احنا بندفع 453 مليار جنيه من 2006 لغاية النهاردة، ده بس فوائد الديون المصرية خارجيا وداخليا. 300 مليون جنيه يوميا بنسددها لسداد برضو الفوائد والديون لمصر، يعني بتتكلم في 9 مليار جنيه كل شهر. الفقرة واحدة من الفقرات بتاعت النهاردة هنتكلم عن حملة لإسقاط ديون مصر في الخارج. هنقدر نسقط الديون المصرية ولا مش هنقدر نسقط؟ ايه مميزات ان احنا نسقط الديون، وخصوصا ان احنا حالة اقتصادية في الوقت الحالي مش مستتبة؟ هيكون مشرفنا في الفقرة الخاصة بإسقاط ديون مصر الدكتور دكتورة نهى الشوكي، خبيرة التنمية والاقتصاد بجامعة الأمم المتحدة ببون ألمانيا، والأستاذ فتحي الشمخي الخبير الاقتصادي التونسي، هيكون مشرفنا في هذه الفقرة. هيكون كمان معانا فقرة وهي عن مبادرة مختلفة، وهي مبادرة المريخ. المبادرة دي باختصار هي عن التعبير عن الثقافات المختلفة والتعبير عن الأفكار المختلفة في كل الطبقات، هنشرحها أكتر في الفقرة. مظبوط. ودلوقتي قلنا لكم فقراتنا مشاهدينا، هنروح للفاصل ونرجع مرة تانية مع أول فقرة، فقرة الصحافة.